بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالإخوة الكرام مرة أخرى إلى كتاب بيالليغ إي كومبخوندر. نستأنف مع إن باش موفمونتي، كما قلنا صيد متقلب متغير إلى غير ذلك. سودا إل سيلونس فيغ لي طون إي بلونج توابيي أو كوم سي فيتمون et ses chaussures le gênent pour nager. Va-t-il se mouiller? Il s'enfonce, l'eau entre dans ses narines. Tu calmes pourvu que tu flottes. Tu es sauvé, se dit Robert. Lentement, il manœuvre ses bras et ses jambes. Lentement, il manœuvre ses bras et ses jambes. C'est bien, il ne coule pas. Soudain, il s'élance vers l'étang. Soudain, il s'élance vers l'étang et il plonge tout à pied. Soudain, فجأة, طبعا عندما كان يدور حول الشجرة متقيا ضربات الثور. Alors là, soudain, فجأة, il s'élance. إذا هو ينطلق. Il s'élance, هو ينطلق. كما ذكرنا, c'est le verbe s'élancer. C'est le verbe s'élancer. À l'axe, لو فيرب لونسي. لو فيرب لونسي انت من تطلق شيئا. اذا هنا نتكلم على لو فيرب لونسي. لونسي دي بيير مثلا، انك تطلق حجاره، ترمي حجاره. هنا إيل سيلونس، هنا نتكلم على لو فيرب سيلونسي. اذا هو الذي يطلق نفسه كما نقول. اذا هنا إيل سيلونس فيغ لي طون. روبير يختبئ بالشجره وفجاه إيل سيلونس فيغ لي طون، هو ينطلق نحو البركة. il s'élance vers les temps et il plonge. طبعا لو فا بلونجي، لو فا بلونجي انك ترتمي بالماء. il plonge، il plonge ثم يرتمي بها. توابيي، توابيي يعني بكل لباسه. ابيي المقصود به لابس، انه يلبس لباسا. توابيي كما نقول هو كل لابس، وهو يلبس كل ملابسه. او كوم سي فيتمون اي سي شوسيغ لو جان بور ناجي. او كوم سي فيتمون اي سي شوسيغ لو جان بور ناجي. اهين كم ان ملابسه سي فيتمون اي سي شوسيغ ثم احذيته. نتكلم عن الحذائين، نتكلم عن زوج احذيه. اي سي شوسيغ et ses chaussures ثم احذيته لوجين. لوجين كما نقول انها تعرقله. طبعا لو فيرب جاني المقصود به فعل عرقله. لوجين انها تعرقله بور ناجي، من اجل ان يسبح. بور ناجي من اجل السباحه. اذا ملابسه ثم احذيته تعرقله في السباحه. سودان il s'élance vers les temps et il plonge tout habillé, oh comme ses vêtements et ses chaussures le gênent pour nager. Soudain, il s'élance vers l'étang et il plonge tout habillé. D'abord, c'est le verbe plonger. C'est le verbe plonger. Oh comme ses vêtements et ses chaussures le gênent pour nager. Va-t-il se noyer? Elle ou se yagrak? D'abord, le verbe se noyer, yani fi'l gharaqa. Va-t-il se noyer? هل هو سيغرق؟ il s'enfonce، il s'enfonce، il s'enfonce. احيانا نتكلم على لو فيرب انفونسي. انفونسي امبيكي يعني انك تدخل مثلا وتدا في الارض. انفونسي انك تدخل وتدا مثلا في الارض. هنا نتكلم على لو فيرب سونفونسي يعني انت الذي تدخل، انت الذي تدخل مثلا في التراب أو تدخل كما عندنا هنا في الماء. il s'enfonce يعني أنه يدخل في الماء. il s'enfonce لو entre dans ses narines. لو entre dans ses narines المقصود أنه يدخل في فتحتي أنفه. du calme، du calme من الهدوء، من الهدوء. روبير هنا كما نقول أنه يهدئ نفسه، يقول لنفسه du calme، du calme من الهدوء. علي أن أهدأ، علي أن أهدأ. pourvu que tu flottes. على أن تطفو كما نقول.
طبعا لغة فلوتي ممكن أنه يعني تردد أن يسير الإنسان تائها في الشارع، أو ممكن أنه يعني أيضا أنك تلبس ملابس واسعة فلوتي، أنه يتأرجح وسط الملابس الواسعة. لكن الذي عندنا هنا فلوتي المقصود أن تسبح فوق الماء، فلوتي المقصود بها أن تسبح فوق الماء. إذن دي كالم من الهدوء، بوفي كوتي فلوت، كما نقول هنا على أن تطفو، ريتما تطفو. إذن علي أن أهدأ حتى لو أنني أحس بنفسي مغمورا بالماء، فعلي أن أهدأ ريتما أطفو. فاتيل سموي إيل سونفونز، هل هو سيغرق؟ إيل سونفونز هو يدخل وسط الماء، كما نقول أنه يغمر بالماء. لو أنتر دون سيناغين، لو أنتر دون سيناغين، ثم أن الماء دخل فتحة أنفه، دي كالم، عليك بالهدوء. يقول روبير لنفسه بوغفي كوتي فلوت، بوغفي كوتي فلوت، على أن تطفو أو تسبح فوق الماء. تي صوفي، أنت أنقذت. تي صوفي، طبعا الفيرب صوفي أنك تنقذ شخصا. تي صوفي كما نقول أنك منقد، أنت قد أنقذت، اعتبر نفسك قد خرجت، ليس عليك أن تضجر أو تقلق. إذن سودي روبير، يقول روبير لنفسه. إذن هنا روبير يقول لنفسه هذا الكلام، يقول لنفسه دي كالم، عليك بالهدوء، بوغفي كوتي فلوت، على أن تطفو، ريتما تطفو. تي صوفي، تي صوفي، أنت أنقذت، إذن عليك ألا تقلق. سودي روبير. لونتمون إيل مانوفر سيبغا، لونتمون ببطء، لونتمون نقول عن شيء بأنه لون، وبيا لونت يعني أنه بطيء. لونتمون ببطء إيل مانوفر سيبغا، إذن هو يشغل يديه. طبعا كلمة مانوفري، لوفر مانوفري، أنك تشغل مثلا محركا، وممكن أن تعني ما وراء عندما نتكلم عن المناورات العسكرية. إذن هنا نتحدث عن لوفر مانوفري، هنا طبعا نتحدث عن شغال ذراعيه. إيل مانوفر سيبغا، إذن هو يشغل، هو يشغل ذراعيه إي سي جومب، ثم يشغل ساقيه أو رجليه. سي بيان، إنو كولبا، إذن جيد، إنو كولبا. طبعا لوفاب كولي نتحدث عن سائل يجري من مكان إلى مكان، إذن هنا نتحدث عن لوفاب كولي. مثلا نقول لا سيور لوي كولي لولون دي فيزاج، يعني أن العرق كان يجري له على طول الوجه. لا سيور، العرق، لوي كولي، لوي كولي، كان يجري له لولون دي فيزاج، على طول الوجه، على طول الوجه. إذن نتكلم عن لوفاب كولي، نتكلم عن لوفاب كولي. لكن أيضا لوفاب كولي نقول مثلا لو باتو كول، لو باتو كول، الباخرة تغرق. إذن سي بيان، جيد، هذا جيد، إنه جيد، إل نو كولبا، هو لا يغرق. طبعا كما تلاحظوا بأن روبير أنه أخذ هدوءه، أنه لم يقلق، وفي النهاية أخذ توازنه حتى يستطيع العوم بالسلام. سودا إل سيلونس فيغ لي طون إي إي بلونج تو أبيي أو كوم سي فيتمون إي سي شوسيغ لو جان بور ناجي. فاتيل سنويي إل سونفونز لو أونتر دون سيناغين، لو أنتر دون سيناغين، دي كالم بوغفي كوتي فلوت، تي صوفي. سو دي روبير، لونتمون إيل مانوفر سي برا إي سي جومب، سي بيان إيل نو كولبا. لو غران تورو دي كونفي ريست سور لو ريفاج إي سوكو سا تيت ردوطابل. لونفون ناج فيغ لو بور أوبوزي، لونفون ناج فيغ لو بور أوبوزي، لونفون ناج فيغ لو بور أوبوزي.
qui lui paraît plus sûr. Qui lui paraît plus sûr. Là, il parvient à prendre pied. L'eau lui arrive aux épaules. L'eau lui arrive. L'eau lui arrive aux épaules. Horreur. Silencieux comme une ombre. Silencieux comme une ombre. À la surface de l'eau grise. Un long serpent verdâtre file en ondulant. Dresse sa tête plate. Dresse sa tête plate. Aux yeux fixes. Dresse sa tête plate. Aux yeux fixes. Près du visage de Robert. Traverse les tons. Traverse les tons. Et disparaît dans les roseaux. Le grand taureau déconfit. كما نقول بأن الثور الكبير ديكونفي حزين حزين أو كئيب ديكونفي رست سور لو ريفاج بقي في الشاطئ نتكلم عن شاطئ هاد البحيرة لو غون تورو ديكونفي إذا الثور هنا الثور الكبير ديكونفي حزين كئيب Reste sur le rivage. Reste sur le rivage. Baqiya. Baqiya fawqa. Al-shati. Baqiya f-shati. Et secoue sa tête redoutable. Et secoue sa tête redoutable. Tumma. Taba le verbe secoui. Maqsoud bi harraka. Secoui harraka. Wa mina matalan secousse. ومن كلمة سكوس كما ذكرنا اهتزازات إذن الثور بقي يهز رأسه بقي يهز رأسه سكو ساتات غدو طابل المخيف الرهيب غدو طابل إذن هنا الثور كما تلاحظوا عندما دخل روبير إلى الماء هنا الثور توقف ولم يستطع الدخول معه إلى الماء بقي هناك حزينا كئيبا يهز رأسه. Le grand taureau déconfit reste sur le rivage et secoue sa tête redoutable. L'enfant nage vers le bord opposé. L'enfant nage, طبعا c'est le verbe nager au présent. Et un طفل يسبح vers le bord opposé. Il a الضفة المقابلة opposé à المقابلة. طبعا نتكلم عن الضفة هنا كلمة مذكرة لو بور نقول لو بور اوبوزي المقابل إذا المقصود المقابلة لونفوناج فيغ لو بور اوبوزي إذا الطفل يسبح في الاتجاه الآخر كي لوي باغي بلو سيغ إذا نتكلم عن الضفة كي لوي باغي طبعا هنا عندنا لو فيغ باغيتخ يعني فعل ظهر لو فيغ باغيتخ فعل ظهر كي لوي باغي الذي كان يبدو له بلو سيغ اكثر تاكيدا كما نقول يعني ان الضفه الاخرى اصبحت مؤكده يعني انها مضمونه بمعنى اخر اذا وصوله الى هذا المكان اصبح مضمونا لم يبقى هناك خوف كي لوي باغي بلو سيغ تلك الضفه التي كانت تبدو له كي لوي باغي التي كانت تبدو له plus sûr أكثر تأكيدا كما نقول أو أكثر أمانا أو أكثر ضمانة là il parvient à prendre pied إذا عندما رأى نفسه هكذا là هنا il parvient أمكنه il parvient c'est le verbe parvenir C'est le verbe parvenir. Il parvient à prendre pied. An ya'khuda comme on a dit rijlan. Le maqsoud huna an yaqif 'ala rijlihi. Huna fi hadha al-makan 'indama wajada nafsahu fi makanin amin idha huwa waqaf. Il parvient à prendre pied comme on a dit huna bi annahu tamakkana an ya'khuda rijlan. Alors le maqsoud huna أن يقف على رجليه طبعا العبارة تقال هكذا لا il parvient à prendre pied لا il parvient à prendre pied إذا هنا أمكنه أن يقف على رجليه لو لوي arrive aux épaules لو
lui arrive aux épaules. الماء وصل له aux épaules إلى الكتفين. إذن عندما وقف وجد بأن الماء يصل له إلى الكتفين. إذن هذا جيد. المهم أن رأسه لم يغمر. L'eau lui arrive aux épaules. Horreur. ثم هناك خوف. من ماذا سيخاف روبير؟ Horreur. كما نقول رهبة أو خوف. Silencieux. Comme une ombre à la surface de l'eau grise. Silencieux. نقول عن شيء بأنه silencieux يعني أنه صامت. إذا نصف شيئا بأنه silencieux. طبعا في المؤنث نقول silencieuse. Silencieux هو صامت. Comme une ombre à la surface de l'eau grise. إذا هو صامت مثل ظل. الظل أيضا يمر. الظل يمر. صامت كما نلاحظون مثلا ظل اليد أنه صامت. إذن هنا هو صامت كوم إن مومبر. إذن هو صامت مثل ظل على سيرفاس دو لو غريز. صامت مثل ظل على سيرفاس دو لو غريز على سطح الماء الرمادي. طبعا ماء هذه البحيرة يميل إلى اللون الرمادي ليس بماء صافي 100%. إذن ما هو هذا الشيء الذي يقول عنه روبير؟ ما هو هذا الشيء الذي يقول عنه روبير بأنه صامت مثل الظل فوق سطح الماء الرمادي؟ ما هو هذا الشيء؟ اللونسيربون يعني تعبان طويل. فيرداتر فيل اون اندولون. فيرداتر كما تنشوف بأن كلمة فيرداتر فيها كلمة فير. فير يعني أخضر. فيرداتر يعني أنه يميل إلى الخضرة. يميل إلى اللون الأخضر. هو ليس بلون أخضر فاتح لكنه قريب من اللون الأخضر. فيل. فيل يعني أنه يسرع يمر هكذا. فيل. فيل سلوفا فيلي. هذا لوفا فيلي يعني أسرع يسرع. اون اندولون نتكلم احيانا عن لي زونديلاسيون يعني التموجات. اون اندولون اذا هنا نتكلم عن لو فيرب اندولي يعني تموج. اذا هو يمر مسرعا هذا الثعبان. اون اندولون يعني متموجا متموجا. دغيس ساتيت. دغيس ساتيت. دغيس ساتيت يعني انه يوقف راسه بلات. بلات يعني بلات كما نقول المسطح. إذن هذا الثعبان يوقف رأسه المسطح تماما مثل الكوبرا. وزوفيكس بعينين ثابتتين. بعينين ثابتتين. بخي دو فيزاج دو روبير. بالقرب من وجه روبير. بخي دو فيزاج دو روبير. بالقرب من وجه روبير. هذا الثعبان مر بشكل متموج ثم أنه أوقف رأسه المسطح. هذا الرأس به عينين ثابتتين وهو أوقف رأسه بالقرب من وجه روبير. إذن كما نلاحظون في الصورة روبير يسبح الثور متوقف لم يستطع الدخول ثم مطاردته في الماء لم يستطع هذا. ثم أن روبير يتفاجأ بثعبان يتموج فوق سطح الماء. ثم أن الثعبان أوقف رأسه المسطح بعينين ثابتتين. ثم ماذا حصل؟ دغيساتات. طبعا هنا عندنا روبير دغيسي كما ذكرنا فيما سابق. أن غون بوبليي. أن غون بوبليي نتكلم عن نوع من شجرة كبيرة. أن غون بوبليي سو دغيس. سودغيس يعني أنها تقف. هي تقف أنها تنتصب. هنا طبعا نتكلم عن فعل قريب من هذا. نتكلم عن لوفيرب دغيسي ولا نتحدث عن لوفيرب سودغيسي. لماذا؟ لأن الثعبان لا نتحدث عنه كأنه هو الذي أوقف نفسه بل نتحدث عنه كأنه أوقف شيئا. بل نتحدث عنه كأنه أوقف شيئا. إذا أوقف ماذا؟
أوقف رأسه أو كما نقول نصب رأسه. إذن دغيس ساتيت دغيس ساتيت بلات aux yeux fixes près du visage de Robert traverse le ton عبر البركة أو عبر المستنقع traverse le ton et disparaît ثم اختفى. طبعا نتكلم هنا على le verbe disparaître نتكلم هنا على le verbe disparaître على عكس le verbe paraître paraître يعني ظهر disparaître اختفى dans les roseaux dans les roseaux إذا هو اختفى في القصب اختفى في القصب إذا هو مر أمامه ثم ذهب وعبر هذا الماء ثم اختفى وسط القصب. Le grand taureau déconfit reste sur le rivage et secoue sa tête redoutable. L'enfant nage vers le bord opposé, qui lui paraît plus sûr. Là, il parvient à prendre pied. L'eau lui arrive aux épaules, horreur. Silencieux, comme une ombre, à la surface de l'eau grise, un long serpent verdâtre, file en ondulant, dresse sa tête plate, aux yeux fixes près du visage de Robert. Traverse les tons, et disparaît dans les roseaux. Traverse les temps et disparaît dans les roseaux. إذا نستأنف فقرة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.